ده؟ انت لسه نايم ولا يا باسي؟ انت يلا ايه ماما؟ ايه في ايه؟ قوم يلا قوم انزل هات لي شويه طلبات من السوبر ماركت تحت. حاضر يا ماما حاضر. عيني حاضر. اول لما اقوم هجيبها لك على طول. عيني حاضر. اه يا جزمه، هو انا مش قلت قوم يبقى هتقوم؟ ايه ده ايه ده؟ عيني عيني يا ست الكل. اوامرك تتجاب. حاضر حاضر. عيني. ايوه كده هكمل. اول ورقه الطلبات بره على الجزامه. يلا اطلع يلا. ايه ده كل حاجه انا مفيش غير ده. انا زهقت. حاضر هقوم اهو. اه بس يا عم هقوم بقى. عايز كل جمهورية بتاعتك اللي بتحبني كده تعمل لايك للفيديو واعمل اشتراك للقناة عشان احنا خلاص قربنا نوصل 2 مليون. بحبكم كلكم. يلا كله اعملوا اشتراك للقناة واعملوا لايك للفيديو. جاي اهو. كل حاجه باسد باسد. ده ايه ده؟ ايه يا ماما؟ حاضر هجيب كل حاجه. ده بقى البيت بتاعهم. ده قصر. هتبقى مصلحه هنا. انا لازم اكلم المعلم واجي له. خلاص ودي المفاتيح. المفاتيح راحت فين؟ احي 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 احي. المفاتيح وقعت. اعمل ايه دلوقتي؟ اعمل ايه؟ يلا امري لله بقى. ده مش حل غير كده. طيب طيب جاي اهو. طيب ايه ده؟ هو انت حيوان؟ طب ولما انت اللي بره ما فتحتش بمفاتيحك ليه؟ ايه اصلا نسيت اخدها نسيت اخدها. طيب تعال تعال. اه جايه اهو جايه اهو. ايه ده؟ انت كنت فين يا حاج؟ ايه ايه يا حاج؟ كنت بفتح لابنك بره. الله طب هو ما فتحش الباب بمفتاحه ليه؟ بيقول لي نسي ياخدها. ماما هاي الطلبات كلها اهي خد. ايه يلا كده. ولا انت فتحتش المفتاح بتاعك ليه؟ ما فتحتش ليه الباب بالمفتاح؟ ايه لا اصلا انا نسيت اخدها. نسيت اخدها. لا انت خدتها كانت على الجزام هنا اللي كان عليها ورقه الطلبات. انت خدتها وانت ماشي. انا شفتها. ايه ده في ايه؟ ما تتكلم. يلا وديتها فين؟ بص بقى من الاخر بصراحه كده وقعت مني. ايه؟ يا كلام ايه ده؟ ايه ده؟ هو في ايه؟ الله يخرب بيتك. الله يخرب بيتك. ولا انت مش عارف ايه؟ انت ما ينفعش تطمن عليك في اي حاجه. افرض اتسرقنا دلوقتي. زمان الحراميه دلوقتي جايين يسرقونا. زمانهم جايين يسرقونا. الله هو في اي حاجه؟ يعني هو اللي هيلاقي المفاتيح هيعرف بيتنا؟ هي المفاتيح مكتوب عليها عنواننا؟ انا هروح اخبي الذهب بتاعي يا حاج. انا هروح اخبي الذهب بتاعي. اه يا حاج خبي وشيلي الفلوس بتاعتي كمان معاكي لحد ما اطلع اشوف المصيبه دي هنحلها ازاي. يلا انا قدامي. يلا ورا. حاضر يا بابا. يلا ايه ده؟ الواد ده راح فين؟ لا يخرب بيتك. ولا ولا يخرب بيته. ده راح فين ده؟ ولا ولا الله يخرب بيتك. ولا انت بتعمل ايه يا معلم؟ بنط السور عشان ندخل. بنط السور. الله يخرب بيتك. تعال هنا. حاضر يا معلم. تعال ورايا. تعال ايه ده يا معلم؟ انت بتعمل ايه؟ ايه يلا في ايه؟ هفتح الباب بالمفاتيح. هو مش المفروض نط من على السور؟ لا ده كان زمان. يلا دلوقتي الدنيا اتطورت خالص. وبعدين انت مش قلت لي ان دي المفاتيح بتاعت البيت ده؟ بس كده نخش من جوه بقى. بقول لك ايه؟ مش عايز اسمع صوتك خالص لحد ما العمليه دي تخلص. تمام؟ تمام يا معلم. بس تعالى ورايا. وراح
ما دي سنايه يا معلم. يخرب بيتك انت بتعمل ايه يا انت هتفتحنا؟ تعال هنا بسرعه، تعال استخبى معايا. ايه ده؟ ايه الصوت ده؟ الصوت ده ايه ده؟ نهار اسود، ده الباب ده اتفتح ازاي كده؟ يا لهوي، لا كل اللي في بالي صح. يا حاج يا حاج، الحاج رد يا حاج رد. وبعدين يلا يلا، انت مش فاكر وقع منك فين؟ انا افتكر يلا، احنا عاملين ندور بقالنا اكتر من ساعه. الله يخرب بيتك. ايه ده ايه ده؟ امك بترن ليه؟ يا جعفر يا هاني، الحقنا يا حاج الحقنا الحقنا. رسود براحة يا حاجة، مش فاهم منك حاجة، في ايه؟ انا مش عارفة في ايه يا حاجة، كنت واقفة في المطبخ سمعت باب البيت بيترزع، طلعت بره لقيت الباب مفتوح ومش عارفة في ايه يا حاجة، شكلي في حرامية هنا يا حاجة. تعالوا بسرعة تعالوا. حركة؟ طيب طيب يا حاجة، احنا جايين احنا جايين. سلام سلام سلام. ولا امك بتقول لك في حرامية في الفيلا هناك، يلا تعالى بسرعة تعالى. حرامية؟ حرامية ايه؟ استنى يا حاج استنى. الحمد لله محدش خد باله. لا يخرب بيتك، تعال ورايا من غير ما حد يحس. تعال عليا يا معلم. ايه ده؟ الباب مش عايز يفتح، الباب ده شكله مقفول من جوه. ولا تعال نطلع من الناحيه الثانيه. ايه ده؟ راح فين ده؟ الله يخرب بيته. ولا ولا الله يخرب بيته، انت بتعمل ايه عندك يالا؟ بتصور صورة على البحر يا معلم. بحر ايه؟ الله يخرب بيتك، احنا جايين نصور على البحر. تعالى تعالى الله يخرب بيتك. بنت ام كرشي ولا بولس جاهزين زي ما قلت لكم؟ يلا على الخطه يلا. من عينيا يا ماما، جردل والبريل سيب لي بقى الموضوع ده. حاضر يا ماما. تعالوا لي بقى. يلا تعال تعال. تعالوا لي بقى. خدوا بريلي كمان بقى. يلا بالسلامة. بص بقى عشان ماما دي تخلص على خير، انا مش عايزك تتكلم ولا تعمل صوت خالص. حاضر يا معلم. تمام يلا بينا. ايه الدنيا الفاضيه دي؟ ولا لقيت حاجه عندك؟ ما لقيتش حاجه يا معلم. يخرب بيتك انت بتعلي صوتك ليه؟ انا انت عايز تقفشنا؟ لا اخرب بيتك بالراحه، تعال ورايا. احسن يا حراميه يا وحشين، اصبروا بقى، قوموا بقى عشان تشوفوا هعمل فيكم ايه. ضاري ايه اللي بيحصل ده يا معلم؟ اسكت خالص يا ابن السبب. قوم ايوه ايوه قوموا كده. تعالوا لي بقى. الله يخليك. يلا بينا. ايه ده؟ ولا باسل ولا خد الشيمة دي وخليك جاهز. ها امسكها. حلو ده. ها بقى هنعمل ايه بقى يا بابا؟ اسمع يا وركز معايا كده، احنا نستناهم لان هما كده كده هيخرجوا دلوقتي، اول لما يخرجوا نخش عليهم نموتهم. قشطه اتفقنا يا حاج. قوم يلا قوم قوم يلا. مش قادر يا معلم. ده رجعني. قوم يلا بقى، مش قادر يلا، خلينا نكمل يلا. حاضر يا معلم.
يلا بقى خد دي. احسن تستاهل يا حاج. ولا يا باسم هيطلعوا لكم، هيطلعوا دلوقتي. الله عليك يا حاجه، خش بقى جوه بقى، مالكيش دعوه، سيبنا احنا نتصرف. ولا يا باسم جاهز؟ وانا جاهز يا حاج. ايه اللي بيحصل ده يا معلم؟ انا عارف شكلهم كشفونا. يلا الله يخرب بيتك، قوم بسرعه نطلع من هنا. يلا بسرعه. حلو ده، تعال ورايا، تعال حلاوتكم. ايوه تعال تعال. ولا بس ايه، يلا 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 بينا يا حاج. يلا بينا يلا يلا. ولا خش على ده، خش على ده. حاضر يا معلم. تعال حبيبي تعال. ده انتوا جيتوا البيت الغلط. يلا خد دي. ولا امسك نفسك. يلا خد دي. ولا ولا سيجار سيجار. خد دي. عبد الله موته موته يا حاج. الله عليك يا باسي. ولا هو ده عبد الله اعرفه. يلا انا في دماغي فكره، بقول لك ايه، هاتهم وتعالى ورايا. يلا مبسوطين. بصوا بقى يا عيال بقى، انا هلعب معاكم لعبه حلوه. شايفين الكره دي؟ اللي هينشلها عليهم هياخد مني ليه 5 جنيه. يلا تعالى بس نبدا. يلا جاهزين؟ خدوا دي. الله الله عليك يا باشا. يلا يلا يا بولس يلا خش وراه. اوعى بقى اوعى. بص بقى الحركه دي، بص بقى خد دي. يا جدعان الله يا دي بولز. يلا لعيب. يلا يلا بولز. يلا بنت ابو كرش خش. يلا جاهزين بقى؟ خد دي بقى يا جزع. يا جدعان هو فيهم ومفيش غيري، ما المعلم جنب اهو. بس اسكت يلا، تملك لله ده ابوه هو. جعفر بقول لك ايه، يلا بقى القاضيه. ها القاضيه. بس سيبنا دي بقى يا حاج بقى، اتفرج بقى على القاضيه بتيجي ازاي. خدوا القاضيه في الحته الفاضيه. اي هي فعلا القاضية. معلم 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 مات.